جدا. خلونا نشوف نحن ذاتنا، عندنا فقرة أرزاق وفقرة أرزاق، بنقول ربنا يدي الصحة والعافية لكل الناس اللي بتكافح وبتجاهد عشان ما تاكل لقمة العيش الحلال وتلقى رزقها الصباحي. صباح الخير عليكم، نتابع أرزاقنا ونرجع نستكمل هذا الصباح. قال نقول سامي سامي تاني نقول إن خايته من صغر لما سكت 12 سنة هو قال هي سامي تقول إن خايته نجيب منه قلبها كسر قال نجيب منه الصوب وأنا قال نجيب وتخيل ده نخايته أيوة استعلات نخايته هي السجار نخايته هي الكسمير أي سقم مستقل رفوه